المرجو الانضمام إلى قناة طبخ سهل وبسيط عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر. إذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أحبائي في قناتكم طبخ سهل وبسيط. اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم وصفة سهلة وبسيطة وكذلك سريعة، لا تتطلب الكثير من الجهد ولا الكثير من الوقت. نحتاج إلى البيض وإلى شرائح الجبن والقليل من البقدونس والقليل من الملح والقليل من الفلفل الأسود. في إناء قمت بوضع البيض، أضيف له القليل من الفلفل الأسود والقليل من الملح والقليل من البقدونس. ثم أخذ مقلاة وأضع فيها القليل من الزيت وأترك الزيت لكي تسخن.
أتمنى أن يعجبكم فيديو. للمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك في قناتكم طبخ سهل وبسيط، ولا تنسوا الضغط على زر لايك من أجل أن تدعموني، وزيارة صفحتنا على فيسبوك. ودمتم في رعاية الله.